يا مساء الفل على حضراتكم ويوم جميل. لسه كنا بنتكلم عن تنس الطاوله وبنتكلم عن العاب الصالات قبل ما نطلع الفاصل. فريق الماسترز، فريق رجال طايره النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء بتحضر في 100 عقبه وبيفوزوا 3 اشواط مقابل لا شيء لنادي الزمالك. ده اللي اعتدنا عليه من فريق كره الطايره. اي نتيجه بتكون خلاف ذلك بنحس ان في مشكله عندنا في كره الطايره. فمبروك لكل رجال كره الطايره، مبروك لكابتن ميدو مصلحي، مبروك للماسترز الفريق التاريخي للنادي الاهلي في الكره الطايره. اعتقد يا فارس يعني كنا لسه بنتكلم عن العاب الصالات فيجي لنا الخبر يعني في الفاصل بفوز النادي الاهلي. انت واضح انك بتتشعلق في اي حاجه حلوه تنهي بها 2022. اي حاجه انت يعني انت بتبدا الحلقه من جديد. بس الطايره بصراحه يعني ما بيغزلناش كتير. اكيد طبعا فوز مهم جدا، ثلاثيه نظيفه 3-0، نتيجه كاسحه زي كنا لسه بنقول. البعض بينتقي، البعض بيبروز انجازاته، البعض بيجي يقول اصل انا ما خسرتش في اي لعبه من النادي الاهلي من 20 سنه، وطبعا كله كلام غير واقعي بالمره. النادي الاهلي بيفوز بثلاث اشواط 25-19، 25-23، 25-23، 3-0، نتيجة مهمة جدا لفريق أدمنا التفوق النفسي على المنافس. وعشان كده دي العقلية اللي احنا بنتكلم فيها. يمكن فريق الطايرة لما البعض بيشوفه في وقت بيتراجع بيكون حزين جدا، لان هو عنده ثوابت، عنده موروثات يحافظ عليها. وده اللي احنا كمان بنتكلم في كرة القدم. انت عندك برضو اللي يخليك في كرة القدم او في الدوري تفرق عن اي حد، هي دي العقلية. وهو ده يا جماعة مفتاح كلامنا في بداية الحلقة. لما يكون عندك ثوابت حافظ عليها. فكل التحية لرجال الماسترز، كتيبة اللاعبين بالكامل دون استثناء، واكيد كابتن ميدو مصلحي. اكيد فوز مهم يا اسامه، وحاجه كده ننهي بيها 2022 وتكون فعلا يعني لعلها بدايه خير. واحنا سبحان الله في اول حلقه بنقول هننهي بامور ايجابيه ونتمنى امور ايجابيه، وما كناش نعرف نتيجه المباراه. هو الحقيقه الموسم ده على مستوى قطاع الناشئين، على مستوى العاب الصالات، على مستوى فريق الكره، في تفوق على المنافس في كل الالعاب. دوري الجمهوريه، النادي الاهلي بيتفوق في كل المراحل السنيه، في بطولة السوبر، المواجهة اللي حصلت في الموسم الجديد، النادي الأهلي بيفوز في الطايرة السيدات، يمكن فوزنا مباراة وفازوا مباراة. النهاردة الطايرة رجال في 100 عقبة بيقدروا يفوزوا 3-0. بجد بجد شكرا جدا كتيبة الماسترز.